في الحلقة السابقة من عيش سفاري، قررت لجنة عيش سفاري بطرد الشجاع مصطفى بره. أول ما صادق قلت لي إنه أنا راح أطرد من عيش سفاري، يعني ما صدقت، يعني معقولة هذا مصطفى؟ فجأة يعني يلا أنت مطرود من عيش سفاري. Happy birthday to you. Happy birthday to Maria. Happy birthday to you. اليوم رحنا على حصن طاقة في ولاية طاقة، استقبلنا مرشد سياحي، دخلنا جوة القلعة وعلمنا على الأشياء اللي زمان كانوا يستعملوها. طبعاً هذه الباحة الخارجية للحصن، في عندنا الحصن مقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأرضي عبارة عن غرفة حرس ومخازن للأسلحة والأطعمة، والقسم العلوي عبارة عن مطبخ وجناح الوالي الخاص. أما الأقسام الأخرى فهي الأبراج الثلاثة اللي مقسمة جانب شرقي غربي وجانب شرقي جنوبي وجانب شمالي غربي. طبعاً الأبراج تستخدم عشان الحراسة ويحمل مكان من أي دخيل. الحين راح نشوف المخازن وقاعة الطاقة الأثرية عشان نتعرف على ملابسنا التقليدية. وبعدين نمشينا هكا الغرفة صغيرة كان فيها اللباس التقليدي بتاع عمان قبل، إنسا ورجال. بتاع الرجال كان اسمه كندورة، كانت هكا كجبة البيضة والشابو بتاعها. وكان بتاع إنسا من عارف شنو اسمها، بس هكا كانت كل عباية ويلبسوا معاها الأساور والحاجات هذول. مشينا وشفنا بزاف الأقسام، والقسم اللي مشينا له هو غرفة الوالي، وشفنا غرفة الوالي وكانت زوينة بزاف، وشفنا غرفة أولاد الوالي وكانت هي زوينة، وشفنا المجلس الوالي فين كانوا تيجيوه الزوار وتهضر معهم. احنا يمين سالينا من حصن مشينا لبرج طاقة وطلعنا، وكان المنظر بزاف زوين، وكان تنشوف بزاف الأبراج وتنشوف بزاف المنازل. الإطلالة على البحر كانت كتير حلوة في إطلالة الطاقة، لأنه كان الهواء حلو وصوت البحر حلو لما كان يطرق بالحجر. بعد احنا نتغداو، ويعني البلاصه اللي كنت نتغداو فيها اسمها اطلاله الطاقه، وكان فيها مناظر بزاف مليحه يعني على مدينه الطاقه وبالذات على البحر. وانا وشجعان قعدنا طول يعني جنب يعني هكاك بنشوف المنظر مليح، وكلينا بيتزا، ويعني الاكل كان بزاف مليح واستمتعنا بوقتنا.
الأكل كان هو بيتزا وفوق المطلب طعطاقة، يعني كان الأكل حلو والمنظر حلو. بعدين رحنا وادي دربات وكان يعني جميل كثير وكانت في مناظر كثير حلوة. بعدين ركبنا القوارب، اللي كان معي في القارب عمر ومجد وأحمد. أحلى حاجة عجبتني في رحلة اليوم كانت لما كنا في القوارب وكنا كل شوي نروح ندخل لقدام ونور تروح ترجع لورا، وروح أدخل لقدام هي ترجع لورا، وروح أنا أبدل مع دينا من كتر التعب. بعد الفاصل يعني دينا تقول أعرف ألعب أعرف ألعب، يعني يعني المفروض تروح بسرعة، وهو قال وأصلا يعني قال لي في رسالة يعني لازم بسرعة. هو ما مركز مع مجد وقال خلاص أكسو أكسو راح أفهم. كان عندك الفرصة إنك هي أبوي بس ما كان عندك الفرصة، مشكلة إنه الثانيتين عن كذا بسرعة لازم. شجعان لديكم تحدي ودي عبارة عن لعبة اكس او، كل شجاع عليه منافسة شجاع من الفريق الآخر، الفريق الذي يحرز أكبر عدد نقاط هو الفائز. بعد ما خلصنا من الزيارات توجهنا للمخيم، وهناك تفاجأنا بوجود رسالة مجد قائد فريق البرتقالي قرأ لنا إياها، كانت عبارة عن مسابقة ودية. جاهزين؟ ارجع ارجع شوي عشان اول واحد ياخذ محله. يلا راشد راشد راشد. كان ادائي في اللعبه كان بزاف ما زوينش، وما كنتش تنعرف اللعب مزيان، وكنت متوترة بزاف لأنهم كانوا تقولوا لي حطي هذه هنا وحطي هذه هنا، فما عرفش شنو غندير، فهذا هو الشيء اللي خسرنا. يلا 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 قول زي زي في التحدي الودي حق الأكسو لعبت ضد نور وخسرت. يلا يلا ليه 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 في النص ليه في النص رحناك 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 فاز. عادل مو مشكلة. اليوم لعبنا تحدي ودي هو الاكس او، انا كنت ضد احمد لكن احنا الاثنين تعادلنا لان انا ما ركزتش كان ممكن افوز. تحدي الودي اليوم يعني اكس او لعبها ضد إيلاف، اني يعني هي غلبتني انه مش مركز
بس بعدين عوضناها وفزنا عليهم غلبناهم. يلا مصطفى يلا. يا هلا شكرا لك. نفكر كيف احنا نبدا. انا لعبت ضد مجد وكانت عندي فرصه اني افوز، بس ما يعني كانت ثانيتين ما بقدر اركز في المربعات كلها، فده السبب اللي كان خلاني اتعادل. كان ممكن نتعادل في التحدي. النص تعادل. كنت فيك احنا فزنا فيك. هنا كان فيه هنا كان فيه. خلاص احنا فزنا. لا حط بعده. خلاص خلصنا فزنا. طيب كان دورك. كان دورك. طيب كان دورك. خلاص فزنا. خلاص تفوز. في التحدي الودي يلي هو اكس او احنا فريقنا فاز الحمد لله، بس كنا فزنا بنقطتين لو مصطفى كان مركز، لأنه كان عندنا طريقة أن نفوز، بس هو حط مكان تاني وتعادلنا في النهاية. يعني دينا تقول عارف ألعب عارف ألعب، يعني يعني المفروض تروح بسرعة، وهو قال وأصلا يعني قال في رسالة يعني لازم بسرعة. هو ما مركز مع مجد وقال خلاص أكسو راح أفهم وما مركز معه. أتوقع في تحدي ثاني يعني بنفوز إن شاء الله. كان عندك الفرصة انك افوز، بس ما كان عندك الفرصة. مشكلة انه الثانيتين يعني كذا بسرعة لازم، مع انه اكس او سهلة ما فيها اشي. ما كنت مركزة ابدا لانكم انتو يعني بتخلوني ما اركز. عبد العزيز بيحكي لي حطي هون هون هون، حمزة بيحكي لي هون 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 يعني، واحمد هيك هون هون هون. طيب لما عدنا احنا بعدين شو؟ انا اصلا ما كنت، حتى انا ما كنت مركزة انه فزنا. المهم هم ما يفوزوا ان شاء الله حتى تعادل. ما كنت مركزة انه فزنا عشان طبعا كبير. انا كنت ملخبطة كتير على ورقة او على سبورة على اي شيء. بعد الفاصل. الله كريم الله والنفس فرحانة. الله كريم الله يا طبعا اكثر شيء عجبني بالمهرجان لما رقصنا، انا اكثر واحد رقصت. مشينا لبسنا اللبس التقليدي، كان لبسي أنا من مسقط والبقية نور ومريم ودينا كانوا من صلالة. لبسنا هذوما الأثاور والحاجات وبعدين انطلقنا للمهرجان. بعد ما لبست اللبس الشعبي يعني عبارة عن كندورة ومصر، رحنا على مهرجان. الصراحة يعني كان لبس يعني حلو، بس كانت أكو مشكلة باللبس، كلهم لابسين أبيض وأنا الوحيد البني. الصراحة مشينا للمهرجان حبيته وحبيت الفعاليات اللي فيه والحاجات اللي تعلمتهم وكل شيء كان فيه حلو. احنا قسم حرف يدوية واللي كان يستخدموا يعني دو اشياء قديمة ومشهورة في سلطات عمان. واحدة منهم سعفيات اللي كانوا يستخدموا سعف النخيل وكانوا يدو بهم صحون وسجادات البيوت او برا يجلسوا عليهم.
البحرية وكان فيها رجال ونساء. نساء معناتها يعملوا من القطن خيوط وبعدين يعطيوا الخيوط للرجال باش يصنعوا به شبكات، شبكات معناتها للبحر يصطادوا فيهم السمك. وكانوا وقتها قاعدين يغنوا الله كريم الله، أنا كنت نغني معاهم الله كريم الله والخير أجبناه، الله كريم الله يا خيرة الله خير، الله كريم الله والنفس فرحانة، الله كريم الله يا بر علي حليك، الله كريم الله نتيبكم في الخير، الله كريم الله الله كريم الله حراك بالنور، الله كريم الله بعد حد محمد، الله كريم الله عراهنا صافي، الله كريم الله بعد حد محمد، الله كريم الله عراهنا صافي. أول ما مشينا البيئة البرية استقبلونا الجبالين بفنانة، هو الفن اللي بيستقبلوا الضيوف. بعدين دخلنا جوا بيوتهم وشفنا كيف يعني البيوت كانت زمان وشفنا الأدوات اللي بيستخدموها. أكثر شيء عجبني هو فن النانة وهم يستخدمونه عشان يستقبلون الضيوف. وبعدها رحنا على البيئة الريفية، هناك لقينا أهل الجبل وبيوتهم فدخلنا عليهم، وهناك كان في رجال صار يشرح لنا شو كيف كانوا من زمان، وصار يشرح لنا عن أدوات المنزل اللي بيستعملوها أهل الجبل. هذا بيت ريفي، بيت ريفي مسكن عائلي مع أصحاب الجبل. هذا مسكن مشيد من الأحجار المحلية والطين ومن الأغصان الأشجار القوية ومن أقوى الأشجار في ظفار. هذا شجرة الميطان وشجر الصخور، وهذه الأدوات المنزلية، هذه الأدوات البخارية حق المرأة للمرأة، هذا تتبخر فيها المرأة، وهذا الفخار الصغير الحلو والجميل إذا ولدت الحرمة تسقيها طفلها، تسقيها الماء وتسقيها الحليب في هذه الفخار الصغيرة. ما كان شيء مراضع، ما كان شيء صناعة، ما كان شيء الحين الأدوات الصناعية هذه مال الطبخ ومال أدوات الرضاعة وهذه الأشياء. هذا الإنسان خلق في الطبيعة ولجأ إليها يصنع منه الأدوات المنزلية والأدوات اللي يحتاجها المرأة، تحتاجها البيت، تحتاجها الأسرة. فصنعت المرأة صنعت هذا لطفلها لتسقي فيها الماء وتسقي فيها الحليب. أكثر شيء عجبني البيت التراثي العماني، شفنا أدوات كثيرة وملابس كثيرة. هذه قربة من حق قنمة، حق شعر جل جل، ماشي كان أدوات صناعة تخط فيها مكينة ولا حاجة. هذه القربة صب فيها الحليب وتعصم وكذا وتطرحه في المناجيش، هذا كالعصا ثلاثة مناجيش على شكل مثلث وتخضه تخضه كذا، تخضه تخض الحليب هذا تخضه في حدود ما يقارب الساعة. بعد ما يقارب الساعة ينقع يعمل زبدة، الزبدة هذا تكبه في فخار مثل هذا، بس يكون وين الفخار هناك، الفخار هذاك هو يعتبر من السعفيات والجلديات، يعتبر وعاء يصب فيه الماء يصب فيه الحليب، صبه هناك الروب هذا يخرج الزبدة. الزبدة هذا الحليب هذا يتحول إلى ثلاث أقسام، زبدة وروب ومصل. بعدين مشينا شفنا الرقصات العمانية التقليدية، وبس بتذكر منها رقصة الربوبة. في النهاية قعدنا احنا نرقص معهم واستمتعنا.
كثير عجبتني الرقصة العمانية الشعبية، وكلنا شاركنا لما عطونا المجال صرنا كلنا نروح ونرقص. أكثر شيء عجبني بالمهرجان لما رقصنا، أنا أكثر واحد رقصت رقصة. سؤال الحلقة بيقول: في الحلقة القادمة من عيش سفاري. حافظوا على المية. برافو، وقعتوا كل المية، الفريق البرتقالي وقع كل المية. كملوا. احنا اخر مرة غسلنا اول ثاني. استنى، استنى بابا، خليك تقاطعني. يا ابني تقاطع.